هلا سلمى بننتقل لمادتنا التالية، وموضوع يمكن بهم كل الصبايا والسيدات. عم نشوف بالآونة الأخيرة الأعمال اليدوية عم تاخذ حيز كتير كبير من حياة الصبايا. عم نشوف صبايا لهم مشروعهم الخاص بأعمالهم اليدوية، عم نشوف قديش فعليا بيدخل ديزاينات حلوة من خلال الاكسسوارات على أدوات يمكن الميك اب وأدوات الخاصة للصبية والسيدة. اليوم معنا صبية حلوة اسمها راما مملوك، عندها مشروع خاص ومتميز رح نحكي عنه أكثر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك راما وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. هلا خلينا نبلش أول شيء ونحكي عن اسم المشروع. تمام. إيمت بلشتي؟ شو أكثر شيء هيك خلاكي تتجهي على هذا الموضوع؟ هلا هو واضح من اللي رح نستعرضه معك. طبعا. ضمن الفقرة أنه أنت بتشتغلي بتزيين الأشياء باستخدام الستراس، إذا فينا نحكي. تفضلي. هلا انا الكوين اوف دايموند صراحه صار لي تقريبا سنه مسميته لهذا المشروع. اول شيء كنت عملته راما شاينينج ديزاين، بعدين على هوا ما الكل صار يقول لي انه انت ملكه الستراس ملكه الستراس، سويته كوين اوف دايموند. هلا انا تقريبا صار لي مبلشه سنتين. اول الكورونا كان ما في سوق، مسكر السوق وما في كثير يعني هيك الواحد لا يطلع ولا يفوت. بلشت تتسلى. تمام، بقى جبت شويه اغراض وصرت اتسلى فيهم، صرت اعمل اشياء لإلي، اعمل لاهلي لرفقاتي. تمام، بعدين الكل شجعني انه لا خلص افتحي بزنس، يعني ليه ما يكون بزنس كثير حلو. حلو وفكره جديده على البلد، يعني ما في حدا عامل مثلها. وبلشت شغل، عملت صفحه على الانستغرام وبلشت شغل، وصرت شارك ببازارات، بازار الوان سوريه مع مدام رنا الطباع بالشيراتون، هو تقريبا بصير كل شهر، يعني خلاني اسوق لمنتجاتي، خلى الناس تشوف شغلي. يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء سلمى عن يمكن اللي بيميز شغلك، ومثل ما قلتي انه ملكه الستراس، واليوم نحن بنشوف الموضه كثير دارجه والصبايا كثير عم ترغب له، بس عم نشوف احيانا جوده مختلفه. يعني بيقول لك انه هي القطعه لها ستراس، بتشوفي مثلا مثل ما شفنا هون يمكن اكسسوارات للموبايل، بس الستراس ما بيبقى، يعني بيوقع. صح. مع انه بيقول لك انه لا مرتب، احيانا بتدفعي حق القطعه وهي مكلفه. صحيح. كنت عم تحكي تحت الهواء تمام، في اشياء تجاريه، يعني في شغلات القطعه بتبقى الستراس عليها شو ما صار. تمام، يعني هلا الهاند ميد فيه ميزه انه الواحد بيكون شاغله عن جد كثير باتقان. تمام، ومواد ثقيله مثل يعني المكنه. تمام، مو مثل المكنه، يعني مواد ثقيله وباتقان وبوقت، بياخذ وقت كثير وجهد. بتكون قطعه كثير ثقيله وثابته، ما بتهر ابدا. وفي كثير انواع للحجار كمان، موديلات. هلا طبعا هي لا القراقيل، لا هلا هي هذا الديزاين الجديد، يعني ما في عندنا منه بالبلد ابدا، هذا للسياره. حلو. وهذا الحزام الامان. هي اول ما بتطلع انه شو ممكن تركب، بس هي جديده، هي جديده جديده. تمام، ما حدا عملها كثير جديد. تمام، يعني فينا نعمل كثير الوان ثانيه، يعني مثل طبعا هي بتفتح من هون. ايه تمام، يعني كل اللي عم بيشوف خلينا نعملها هيك. تمام، طريقه الاستخدام وهيك كثير حلوه، كثير حلوه، يعني على التركيب بالسياره بتطلع كثير حلوه عن جد للصبايا. أيه هيك تعطيهم شيء يعني شيء مميز. تمام، ويروح قلبهم الصبايا يكون اللي عم بيشوف السياره انه يكون في شيء هيك عن جد، يعني هي السياره تحسيها هيك ممله ساده، عرفتي بقى هيك حبينا نعمل لها حركه. هلا عم نشوف كمان هون بعض القطع اللي خاصه بالميك اب، وعم نشوف شيء هيدا دارز، يعني ريش الميك اب كلياتها عم تكون الوان وستراس. طبعا بعمل لهم انا باللون اللي بدهم اياه، في صبايا بيقولوا لي انه بدي لون معين، بعمل لهم حسب الصبية شو بتحب. تمام، حسب الصبية شو عندها على الشفونية الوان، او بعمل لها على ذوقي. حلو، الاسود ملكي يعني بكل الاحوال. تمام، كثير حلو. هلا هدول الافكار كثير عم يحبون للعروس انه بتحطها على الشفونية عندها. تمام، او الفوتو سيشن بيعملوا جلسه تصوير كثير بيطلعوا حلوين معهم. طبعا هاد للموبايلات. تمام، كفر الموبايل. هلا هو لكي من جوا ببين قديه الشغل متعب. تمام، هذا اللي انا بدي اظهره، انه نحن مو بس بدنا نظهر من الخارج، بنظهر من الداخل، هون ببين يعني قديه كنت حابه. انت بترسمي الرسمه بالبدايه، وبعدين بتبلشي تشكلي عليها. تمام، بعرف اذا بدنا ندخل يمكن زوم اكثر شوي لحتى تبين، وخصوصا انه هي لونها احمر وانا لابسه احمر. ما حتبين. لا بالكبر معك هيك. تماما. هلا هون نحن مثل ما شايفين انت بتعملي الخطوط الرسمات. تمام، وبعدين بعمل الرسمات وبعدين بعبي بالستراس. تمام، هي حبه حبه بتنرسم، كثير بياخذ وقت يعني وقت وجهد. تمام، بس الشكل النهائي كثير كثير حلو مميز بيطلع، كثير حلو وثقيل. فخلينا نحكي عن ردود الناس عن شغلك، كيف كان من خلال البازارات؟ لانه التواصل بيكون مباشر لما. تمام، كيف يعني احيانا القطعه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بيكون موضوع مختلف لما نشوفها على ارض الواقع. هون التواصل مباشر مع الناس، كيف كانت ردود
افعاله وعم نشوف مثلا قطع مختلفه. يعني احيانا بيقول لك ستراس معجوب، بس لا، هون الستراس عم يعمل لمسه جماليه اكثر. اذا فينا نقول هي لمرايه السياره، كمان للسياره، كله لحد السياره. عم بتنغر شيء على الصبح يلي كثير بحب اكسسوارات السياره، حتى في كثير اكسسوارات ثانيه. بس على فكره ممكن تتعلق كمان، كمان فيك تتعلق بالبيت طبعا، فيك تعليها وين ما بدك. ايه بس يعني هي انا عملتها للسياره مع الطقم الازرق، بيطلعوا انه نفس اللون، كثير بتطلع حلوه مميزه جدا. هلا على الصفحه لما بيشوفوا العالم الاشياء على الصفحه بتكون لمعتها غير، حتى الكواليتي غير، يعني طبعًا. لما بيمسكوها بايدهم بيشوفوها بيفرقوا، يعني بحسوا بالفرق. بقى لما بيجوا لعندي على البازار، في صبيه بتجي لعندي دائما تقول لي انت احلى طاوله بالبازار، انا بجي على البازار مشان طاولتك، تشوف شو في اشياء عملتها جديد وهيك. في كثير اشياء حلوه بتكون بالبازار لما بتشوفها كثير بتنبسط. انا بحس انه هذا شيء من اللي بيميزك رام، العين. يعني اللي بيتابع حتى صفحتك الفنجين. على الانستا فنجين، فنجين العين مميزه جدا مثل ما شايفين، صحن الفنجان والفنجان. بس هذا بيبقى لو انغسل لو كل شيء، ما بيصير عليه شيء ابدا، هذا بيتليف ويتعقم وكل شيء كله. طيب في شيء نوعيه معينه هون بدي اسالك، دائما بنشوف كثير ستراس بالموجود، ممكن يبقى بس تروح اللمعه. صح مزبوط، يبهت يصير هيك لونه اصفر مزعج، تبطل حتى انه هي تستمتع. اما هون اللمعه اللي موجوده هذا قديش بيدل على خبره وتجربه. طبعاً قديش جربتي لوصلتي لهي النوعيه؟ طبعا كثير جربت، انا بدايه شغلي كثير جربت انواع ستراس. في الستراس اللي بيروح لونه على المي، في ستراس بيروح لونه على البارفان، في ستريس اللي بيقبع لحاله. كثير جربت انواع لحتى لقيت النوع اللي بيناسب شغلي واللي بتضاين لمعته واللي ما بيوقع ابدا. طب خلينا نحكي عن الافكار، يعني شو بيخطر مثلا لما اقول انا بهذا المجال كثير او المطره او شيء يمكن للصيب الصبيه، يعني بتشوفي الشخصيه الشخص انه شو حابب، شو اللي بيميزه ليكون قريب من شخصيته من طباعه، بتعمله قصص مميزه. في شغلات بعملها انا، مو بعمل بازارات بقى بالبازار، انا مضطره احضر شيء قبل، بقى بعمل اشياء على ذوقي. تمام. ايه هلا لما في صبيه بدها توصيني، اكيد مثلا هي بشوف انه شو بتحب، شو الالوان، شو ستايلها مثلا بتحب. ما في بنات مثلا ما بتحب الميكس الالوان، لا انا بدي شيء ساده. ايه يعني حسب كل واحده وذوقها. اكيد هي طبعا فرشايه وانت مزينتيها طبعا. طبعا هي بقى بتنفع لكل الاعمار، يعني طبعا. حتى البنوته الصغيره طفله رح تعجبها، والصبيه الكبيره كمان رح تعجبها. في كثير صبايا اخذي من عندي من هيك هذا الموديل. حلو. بتفكري تعلمي، يعني انه انا اعمل شيء اعلم فيه الصبايا هذا الشيء؟ هلا ممكن، ممكن، بس الواحد دائما بحس انه لسه بده هو يتعلم. تمام. يعني لسه انا يمكن ما صرت بالمرحله اللي انا صير اعلم فيها. تمام. نعم. اكيد بس انه مع الوقت اكيد ان شاء الله. اكيد بدنا نتشكرك راما مملوك على وجودك معنا، ويمكن هي القطعه بتشبهك لانه انت صبيه مليانه طاقه وحيويه. بتمنى لك التوفيق ويكون مشروع كمان مش فقط في دمشق بالمحافظات السوريه، وعلى مستوى الوطن كله كمان على مستوى الوطن العربي ان شاء الله. شكرا كثير. شكرا لك، شكرا راما، وموفقه وتضلي هيك كوين اوف دايموند حبيبتي. شكرا كثير لكم لاستضافتكم.